رمضانكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في حصتكم بدل المود. الحصة اللي راح تكون فيها ثلاث فقرات، الفقرة الأولى الألغاز راح نديروا فيها ألغاز ونشوفوا إذا حيقدروا يجاوبوا عليهم ولا لا. أما الفقرة الثانية راح تكون الثقافة العامة، راح نختبروا فيها ثقافة بعض المواطنين. في الفقرة الثالثة راح تكون حاجة خفيفة، راح تكون متنوعة بين ألعاب نكت وإهداءات. ما لا ريحوا معنا باش نشوفوا كيفاش راح تكون أجوبة عنها اليوم. يلا بينا. كيفاش هو المود في رمضان؟ غالبك غالبه، كيفاش نديروا في رمضان؟ عاني غالبه. وكيفاش الالغاز ما فتح لهم؟ صافا مين ذاك؟ تجيبها شويه شويه. نشوفوا اللغز الاول اللي يقول وش هو الشيء كي ندو منه يكبر وكي نزيدوا فيه يصغر؟ كي نحو منه يكبر كي نديروا فيه يصغر. الله ممكن يزيد. أعطينا محاولات. العمر؟ نو لا لا مشي العمر. وشنو هذا يا شيء ولا وش؟ إيه شيء، أنا قلت لك شيء. كدي منه يكبر وكيزيد فيه يصغر. خميرة؟ لا لا. شي خميرة. كي ندو منه واللي كبير وكي نديرو فيه يصغر. الله الله ماني عارف. خمم شوية بالك تلقاها. الله يرضى. كي قلت لاني دايخ راني سهلتها لك. ما الالغاز هذو؟ الله يرضى سبحان الله. ممكن عندك شكاع ما تسيش كاع؟ ماشي هذه هو شيء عفسه راني نزيد ماشي جامده عفسه بالك نشوفوها دائما. هذا الشيء كي تنحي منه يكبر يولي كبير وكي تعمره يولي صغير. العروق؟ لا لا. شنو؟ العروق. والله ما سمعتك. شنو؟ العروق تاع السجرة. أنا ماشي العروق تاعش. والله ما عليه. كيف خممت ما جبتهاش. بيدون كي تزيد له يصغر وكي تدي منه يكبر. كي تنحي منه يكبر وكي تعمر ولا تزيد فيه يصغر. ماشي ما انت كان يقول لك نعمره انت بيدون. كدي منو يكبر كي تعمرو يصغر. تعمر حاجة تولي صغيرة، قد ما تعمرها قد ما تولي صغيرة. هذه هي. تعمر عفسة تولي صغيرة. هي الحفرة. كي نحو منها تولي كبيرة، كي نعمرها تتغلق تصغر. هي غير ثماك أو ميم تو والله غالب. معليش. لغز ثاني يقول. في سباق تاع 100 متر كي دوبلي ثاني واش من المرتبه تولي؟ سي نورمال بلومي. هو لغز باين ماشي البلومي هو ولغز. كي دوبلي ثاني الاول. ماشي الاول لا لا هو لغز. طروازيه. طروازيه يولي للار. لا لا دزيا 100 متر دوبلي ثاني الاول. كي دوبلي ثاني الاول. ماشي الاول. ما كاين مرتبة أولى مرتبة ثانية مرتبة ثالثة. نتاك دوبليت الثاني واش مرتبة تولي؟ نولي ثاني بلاصتو. صحيت. أيا بيان. تولي ثاني. صحيت هاك جبتها هاك تعرف الألغاز. أيا. نروحوا للثقافة العامة السؤال الأول. واش من عام فرض الصيام ولا شو من عام الهجري فرض فيه الصيام رمضان؟ ما هو العام الهجري الذي فرض فيه شهر رمضان؟ العام الهجري الذي فرض فيه شهر رمضان. الهجرة. هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة. المهم في صلح الحديبية السادسة الهجرة. أو الثامن الهجرة فتح مكة. السنة الهجرية شو ذو القعدة ولا ذو الحجة؟ شوال. هو الثامن الهجرة فتح مكة. قبل السادس الهجري. رابع هجري. العام الثاني. يعطيك الصحة العام الثاني من الهجرة. السؤال الثاني يقول كم من رمضان صاموا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صاموا كامل عليه الصلاة والسلام. شحال من رمضان صاموا كامل؟ أنا منذ كم مازلنا نصوم؟ صاموا أحسب يدك هو يكون بالك بزاف بزاف واحد القرون 14 قرن هكذاك. 14 قرن صامهم هكذاك يا 14 قرن. تسمى اول رمضان كان في الثاني الهجره
الرسول عليه الصلاة والسلام كان توفى 10 للهجرة 11 للهجرة حجة الوداع 9 سنوات 9 رمضانات صامهم الرسول عليه الصلاة والسلام. صح هو فريضة في العام الثاني تاع الهجرة. تما شحال صامو؟ عاش هو 64 سنة الله يرحمه. 60 سنة؟ 60 سنة، أكثر من 60، 64 ولا 62، ماشي 60 سوى 64. 64 سنة. العام الثاني تما 62 سنة صام، 62 سنة. صام 62 رمضان؟ 62 سنة رمضان. لك بزاف. طيب صح فيها مروا عامين، نقولوا بداهم 7 سنين. 7 سنين قولوا صام 53 سنة. عليه الصلاة والسلام صام من العام الأول للهجرة، توفي في السنة 13 للهجرة. 11 يعني معناها صام 9 سنوات. 9 رمضانات، يعطيك الصحة. السؤال الثالث يقول ما هي عاصمة إثيوبيا؟ عاصمة إثيوبيا؟ صومال، لا إثيوبي. نسيتها وسمع عفسة هكا كو عفسة كو جي عفسة هكا كو عفسة. عاصمة إثيوبيا على ما أظن أديس أبابا. أديس أبابا، يعطيك الصحة. أديس أبابا وي. هاك شاطف الثقافة العامة من الجو اللي تطالع أنت يا اللي أكيد أكيد نحب المطالعة. سؤال الرابع يقول شو هو الحيوان اللي يشوف بودنه؟ يشوف بودنه لحناش، لا يشوف بودنه العنكبوت، ماشي عنكبوت، حيوان يشوف بودنه، شوف هكا. كيفاش هكا؟ يشوف بودنه هكا، حناش. نعاونك يا سيدي، هو يطير. وش هو الحيوان؟ يشوف بودنه. الذي يرى بأذنيه. يرى بأذنيه. الحيوان، خفاش. الخفاش. 4-4. الله يعطيك الخف. جبتهم قاعد ثقافة على ما يعطيك الصحة. الله يسلمك. في الفقرة الثالثة حاجة خفيفة. في الفقرة الثالثة واللي هي حاجة خفيفة، تحب تقول فيها نكتة ولا دير فيها لا عندكش نكتة تقولها لنا. رمضانكم وصحة فطوركم وإن شاء الله نصوموا بصحة ولهنا هذا العام والعام الجاي إن شاء الله. ينعاد عليكم بالصحة ولهنا إن شاء الله، كل عام أنتم بخير. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. شكرا لك، بقى على خير. بالنسبة لشهر رمضان، صحة رمضان للأمة الإسلامية والأمة العربية والأمة الجزائرية بصفة عامة. نهدي تحياتي للعائلة تاعي في ولاية المدية، أصدقائي اللي قراوا معايا في جامعة البوليدة وليا. يعطيك الصحة. ميرسي بوك، الله يهنيك. صح فطورك، يعطيك الصحة خويا. الله يهنيك. ميرسي.